ابنة 36 عاما، مريم لا تفارق ورشتها العصرية الحديثة للرسم على السيراميك. كثيرون أغلقوا أبوابهم خلال الأعوام الأخيرة بسبب مستجدات الظروف المعيشية، لكن مريم وظفت أخريات لمساعدتها. فما سرها؟ لا شك أن العقوبات الاقتصادية وكورونا أثرت جدا على معظم الناس، لكننا ومن خلال بعض الابتكارات وصناعة أعمال جديدة والاستفادة من مواد الخام الإيرانية أفلتنا من الإفلاس وتقدمنا. بيتا حرفية أخرى لكن في صناعة الجلود الطبيعية، لا تتردد في البوح عن خشيتها من اندثار حرفتها والخروج من سوق العمل نتيجة الركود ومن بقاء هذه الحقائب على الرفوف طويلة. السوق كان نشطا للغاية قبل كورونا. خلال هذه الفترة ارتفعت أسعار مواد الخام كثيرا، ما تسبب بانخفاض عدد الزبائن وإغلاق عدد كبير من الورش العاملة في هذا المجال. مليوناء إيرانية يعملون في 300 حرفة يدوية. جيش من صناع الأعمال التراثية جعل من إيران واحدا من 3 بلدان في العالم بحسب اليونسكو، من حيث كمية وتنوع صناعات ستعود بزخم إلى الواجهة، لا سيما مع عودة السياح الأجانب. تمثل الصناعات اليدوية جزءا مهما من عناصر استقطاب السياح الأجانب، ومع انتشار وباء كورونا تأثرت هذه الصناعات سلبا، لكننا عازمون على تعويض ما فاتنا وبسرعة كبيرة من خلال جملة من الإجراءات. دعم أصحاب الحرف اليدوية وإقامة المعارض خارج البلاد وتعزيز البنى التحتية للقطاع السياحي من أهم الخطط الحكومية لإنقاذ الصناعات اليدوية، هوية إيران الثقافية كما يصفها البعض. بين مطرقة الجائحة وركود السياحة الأجنبية وسندان العقوبات وأثارها، تكافح الصناعات اليدوية الإيرانية غزو المنتجات الصينية للبلاد، واقع مرير تعد السلطات المعنية بتغييره. أحمد البحراني، طهران، الميادين.